السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع مهم حاب أتكلم معكم فيه اليوم، وهو شركات السيارات والبيع بالتأجير والتقسيط. طبعا التقسيط أو التأجير منتهي بالتمليك كلاهما. كل شركات السيارات بلا استثناء مجرد أي تعديل في السيارة يقول لك خرجت السيارة من الضمان لأنه تم فيها تعديلات، بل أحيانا تكون حجج واهية مع أنه التعديل نظامي. الكارثة أنه أغلب شركات السيارات وخصوصيا اللي تبيع بأنظمة التأجير المنتهي بالتمليك صارت تتعدل في السيارات، بل بأنظمة رديئة الثمن، أجهزة لا يتعدى سعرها 50 و100 ريال تزرعها لك في قلب السيارة. وإذا تعطل هذا النظام تفحص السيارة بالكمبيوتر لا تظهر أي نتيجة لأن النظام هذا ليس من المصنع. مرتني اليوم وتأتيني كثيرا سيارات من هذا النوع. طبعا النظام اللي ركبوه هو كالتالي: نظام تتبع للمركبة أو إيقاف عن بعد أو تجديد اشتراك بكل كل ما جيت تسدد القسط الشهري يمدد لك شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة. إذا تعطل هذا النظام جميع أجهزة الفحص بالكمبيوتر لا تظهر هذا النظام. جتني سيارة ملعوب فيها إلى درجة غير طبيعية، كل الكهربائي يفك فيها قطعة، مفتاح مكسور، ظفيرة متقطعة، كمبيوتر متغير، طب لون مفكوك، يعني تكلف صاحبها مبلغ كبير جدا أكاد أجزم أنه فوق 3000 ريال، وفي الأخير ما اشتغلت السيارة. ما ألوم ورش السيارات ولو أنه يقع لهم جزء من اللوم، لكن لما يجون يفحصون بالكمبيوتر ما راح يظهر لهم أي كود. لذلك لابد بعد ما تنتهي أقساط سيارتك اللي أنت اشتريتها بالتقسيط أو بالتأجير المنتهي بالتمليك تطالب الوكالة بإلغاء هذا النظام. طبعا ما راح أخوض في نظاميته من عدمها، حد علمي نظاما يفترض أنه ما يضع جهاز مثل هذه الأجهزة في السيارة. إذا عنده أي شكوى ضدي ما سدد أقساطه في محاكم شرعية، في جهات قانونية يلجأ لها، لكن يوقف لي سيارتي وأنا وعيالي في سفر ولا في مكان مقطوع ولا في دوام بأي ذنب، ما أتوقع أنه له حق أنه يقوم بهذه العملية. الآن بعرض لكم بعض الفيديوهات من سيارة هونداي إلنترا موديل 2012، فكيت أنا من هذا النظام بعد ما عانى صاحبها الأمرين بسبب وجود هذا النظام وتعطله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. شباب يمكن تتذكرون اللي كان متابع معي على الجروب، جتني كم سيارة ومصادفة مرتين كان موجود عندي برضو أحد الأخوان في الجروب اللي هو أنس، إذا يتذكر F150 اللي كان مركبين فيه نظام سيكورتي غير نظام المصنع، على أساس ما سددت قسط أو ما سويت شيء أو اختلفت بالبيع والشراء أنت وياهم يعطلوا لك سيارتك. جتني هونداي إلنترا، ذكرت لكم إياها قبل كم يوم في الجروب، وبدأت أشتغل فيها. لقيت القطعة هذه أي موبليزر، فكيتها لقيتها توليف ليست جهاز المصنع، في جهاز للمصنع آخر غير هذا الجهاز، مما يعني أنه السيارة تعطلت بسببه. والوكالات تقول لك ممنوع التوليف، وهي أول ناس تولف في سياراتنا، وبعد ما تخلص أقساطك ما تشيل لك الجهاز من السيارة، وتبدأ تدخل في قصة طويلة عريضة لأنك تفحص كمبيوتر ما يظهر لك الخلل بصورة صحيحة. هذا حق هذا راكب على سيارة هونداي إلنترا موديل 2012، ولما نخلص إن شاء الله من تشغيل السيارة أعطيكم التقرير كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. طبعا هذا الجهاز بعد ما فكيته اللي عرضته عليكم اليوم، لو تلاحظون في شيء غريب يختلف عن أجهزة التتبع والمراقبة الأخرى، ما في سيم كارد، ما في شريحة. إذا تخيلوا فقط كليك ضغطة في زر هنا موجود، حتى لها فتحة في الغطاء موجودة لو تلاحظوها، شوفوها هنا هذه الفتحة موافقة للزر حق الجهاز، يعني كل ما سددت قسط شهر يضغط لك ضغطة، شهر ضغطة. عموما كل ضغطة لها وقت معين، ممكن تكون شهر، ممكن تكون سنة، ممكن تكون شهرين، ستة، حسب ما هو مبرمج. الآن ركبته أنا فقط ضغطته ضغطة واحدة على طول جتني إشارة على الريدر، ولكن السيارة برضو ما اشتغلت لأنه فيها عطل آخر أيضا كشفته، أخبركم بالتفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. هذه السيارة طبعا نشغلها بزرادية لأنه الريدر موجود تحت، لأنه الدنيا ملعوب فيها والمفتاح راكب جوا. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه السيارة اشتغلت، وهذه شغالة طبعا السيارة بس عشان صار لها فترة. هذه السيارة الآن شغالة 100%. نسمعكم صوت الثروتل كمان، هذا صوت التشغيلة، وهذا الجهاز اللي مسؤول عن القصة كلها اللي كان مسوي القلق وراح نلغيه.
بس مبدئيا شغلناه وهو موجود. بل يعتبر هذا النظام اللي فكيته أنا الآن نظام مؤدب جدا. يوجد من هذه الأنظمة من يستطيع سماع الصوت اللي بداخل السيارة. أنا لا أقول أنهم يتجسسون، ولكن إمكانية التجسس على أصوات من هم بداخل السيارة موجودة، وبيدي فكيت نظام من هذا النوع. طبعا الفيديوهات السابقة كانت مصورة لبعض الزملاء في جروب واتساب، ولكن حبيت أنشرها لكم على القناة للفائدة. أتمنى يكون أعجبكم المقطع. لا تنسوا تلغوا هذه الأنظمة بعد انتهائكم من أقصاد السيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد الحربي.